أخبار اليوم. تراب دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، الرجل الذي أحبه في الله وهو له محبة ومعزة خاصة في قلبي، السيد الأخ الصديق الصدوق الأخ الحبيب معالي السيد الوزير السيد الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة الأخ الحبيب السيد السادة الأعزاء رفقاء الكفاح السيد اللواء عاصم حمزة مدير أمن الداخلية السيد المستشار عبد الحميد بيه همام رئيس المحكمة الابتدائية السيد اللواء محمد بيه كمال رئيس المخابرات العامة السيد اللواء طارق بيه الجيار مدير الأمن الوطني السيد اللواء مجدي قمر مدير مباحث الداخلية الشيخ فضيلة الشيخ الأخ الحبيب طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف السيد العزيز الأخ حازم بيه نصر السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين ومحافظة الداخلية سيد وحيد قرقر سيد يوسف مغازي سيد نبيل بيه جمل الراجل اللي ما اتأخرش أبدا سيد بسام فليفل السيدة أماني عزيز محترمة السيدة الأستاذة أمال ترابية ما تتنسيش أبدا ولا أنسى أبدا سيد اللواء أحمد صالح نائب مدير أمن الداخلية السادة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة السادة الإعلاميين السادة الحضور السيدات والسادة الحضور جميعا وأعتذر إذا كنت نسيت حد اسمه ولكن بقول لكم كلكم كل سنة وأنتم طيبين في البداية أنا بصراحة مشاعري في هذا اللقاء مهما عبرت مهما قلت مش حاضر يعني أقول اللي جوايا اللقاء ده والمحبة دي فإنما بتدل على حاجة رسالة بتتقال للعالم كله هي دي مصر أصل أخاء محبة وحدة وطنية احنا على قاعدة نقف على قاعدة راسخة مهما حصل من فتن مهما حصل من وشايات مهما كان هناك من ناس مغيبين او ناس غير شرفاء ما بيحبوش بلدهم النهاردة دي رسالة بتقول للعالم كله ان احنا مصر فيها وحدة وطنية مصر تقف على قاعدة راسخة جذورها في الأعماق يعلوها بناء صلب ومتماسك العواصف ما بتهزهوش ولا الأعاصير تقدر تعمل فيه حاجة سيظل شامخا على مر الأجيال صامدا قويا يحمي كل الأبناء ويحميه كل الأبناء هذا البناء مبني على التلاحم التعانق المحبة ودي مسؤوليتنا جميعا كمسلمين ومسيحيين في كل مكان في المسجد والكنيسة في المدرسة في الجامعة في العمل في كل مكان نقول ان احنا لابد ان نكون على قلب رجل واحد نقف ضد اي اعداء اي فتن انا بقول لكم بمناسبة ذكرى استشهاد القديسة دميانة اللي استشهدت دفاعا عن عقيدتها الإيمانية في نهاية القرن الثالث الميلادي في العهد الروماني تعبر تعبيرا صادقا وعميقا عن أسمى معاني الوحدة الوطنية والروح الواحدة التي تجمع المسلمين والمسيحيين في مصر في نسيج واحد ما يقرب من 15 قرن من الزمان هذا الاحتفال يعمق روح التضحية والفداء
بالنفس من أجل الإيمان بالمبادئ. الإنسان اللي بدون مبدأ ليس له وجود ولا ليس له مكان. روح الشعب المصري منذ فجر الحضارة على منذ فجر الحضارة على أرضها إلى يومنا هذا، وستظل مصر شامخة بأبنائها مدى الدهر مسلمين ومسيحيين. إن مصر تعيش في القلوب في قلوب كل المصريين. علينا أن نأخذ الدروس والعبر من مثل هذه الاحتفالات والمناسبات لتعميق الإيمان بمبادئ وقيم التضحية والفداء من أجل الثبات على المبادئ، وأن نستلهم من هذه الذكرى الوقوف دائما بجانب الحق مهما كانت التضحيات. في ختام كلمتي أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأخوة والاستقرار حتى نخطو بأقدام ثابتة واثقة في طريقنا نحو المستقبل، وحتى نتصدى لمعركة إعادة البناء من أجل حياة كريمة ومجتمع عادل يحفظ الحقوق ويراعي الواجبات ويعلي كرامة الإنسان. تحية تقدير وإعزاز لكم جميعا، وأدعو الله أن يوفقنا وإياكم من أجل خدمة أبناء الدقهلية جميعا. وأنا بقول للأنبا بشوي أنا اللي شرفت بأن أكون خادم لجميع مواطني محافظة الدقهلية في الخير إن شاء الله بإذن الله. ونتمنى وأنا وجدت شرف لي أن أكلف وشرفت بهذا التكليف في محافظة الدقهلية اللي أنا وجدت فيها مواطنين يختلفوا عن كل مكان، وشفت بلاد كتير جدا داخل مصر وخارج مصر. أنا ما لقيت شعب لازم تفكر فيه ومجتمع لازم تفكر فيه زي مواطني محافظة الدقهلية. مواطني محافظة الدقهلية غيورين جدا على بلدهم، وعندهم ذكاء حاد انه يوصل ازاي للي هو عايزه، ويتنافسوا تنافس الشرفاء من اجل مصالح بلدهم. فانا بقول لك انا بشكرك، وانا اللي شرفت بتولي هذا العمل داخل محافظة الدقهلية. ان شاء الله باذن الله اوعدكم جميعا ان احنا نكون احسن محافظة، وتكون مصرنا احسن بلد في العالم ان شاء الله باذن الله طالما بها هؤلاء الرجال المحترمين. لكن بقول لكم تحياتي لكم جميعا.